بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا زميلي محمد ممريك. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم ورحب بحضراتكم في هذا اليوم، يوم الاثنين 21 من ديسمبر لعام 2015 الموافق للعاشر من ربيع الأول لعام 1437 للهجرة. في هذا اليوم الخاص باللقايا تابعنا قبل قليل في الشوط الأول متابعة ممتعة وشيقة، وحصلت الطيارة وحصدت نقطة الشوط الرئيسي الأول لتهديها منصور بن نافع بن مبارك الشدي القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة كنقطة أولى في صباح هذا اليوم، لينطلق إخوان المتابعين كما تتابعون على الهواء مباشرة شوط رئيسي أول في صباح هذا اليوم خاص بالقعدان اللقايع. جائزة سيارة ثمينة غالية وجوائز نقدية من المركز الثاني حتى المركز العاشر. أبدأ مع حضراتكم في هذه اللحظة بعد أن قطعنا الكيلو المتر الأول مع صاحب المركز الأول ومن يحتل ويسيطر على المركز الأول، هذا هو سكر على المركز الأول منصور بن خميس بن محمد بن خميس بالصوب الكتبي على المركز الأول. المركز الثاني هداف يحمل الرقم واحد ناصر بن محمد بن ناصر آل مريزيق المري مع المركز الثاني، وتسلل من شاهين بشعار علي بن سعيد بن علي آل بريس المري هنا عليه الرقم 60 والشعار بالراية على المركز الثاني. المركز الثالث ينطلق الحذر جابر بن محمد بن ناصر الغفراني المري. المركز الرابع من العمق يتغلغل وينطلق في هذه اللحظة في هذا التقدم المميز الفاتن حسن بن أحمد بن حسن بن عيضة العامري. والمركز الخامس، المركز الخامس شوفوا شعار يتدخل وهذا شعار بن جهويل يحمل رقم 55 وهو شاهين بالفعل حمد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد يحتل المركز الرابع، ينطلق إلى المركز الرابع ليختم النداء هناك عند اللي يحمل الرقم 19، هذا هو السكر منصور بن خميس بن محمد الصوب الكتبي. يا سلام، هذه مسيرة الخمس المراكز الأولى، مسيرة الخمس المراكز الأولى. يا سلام، سيارة غالية، سيارة نيسان بترول ستيشن عند خط النهاية، نقطة أولى صباحية تعتبر رئيسية يا أبو بريك الفترة الصباحية رئيسية لهذا السن وسن اللقاية. يا سلام، شعار بالراية على المركز الأول أحد أبناء المملكة العربية السعودية مع الصدارة ومع المركز الأول على مقدمة الشوط يقدم شاهين علي بن سعيد بن علي آل بريس المري مع المركز الأول مع الصدارة بن جهويل من هنا على المركز الثاني، ينطلق مع انطلاق شاهين آخر حمد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد على المركز الثاني. المركز الثالث تدخل وانطلاق الفاتن حسن بن أحمد بن حسن بن عيض العامري أحد شعارات إخواننا من دولة الإمارات. المركز الرابع سكر، يا سكر يا سكر، أحد السلالات القوية ينطلق سكر. نعم، هذا هو السكر على المركز الثاني. الملكية لمنصور بن خميس بن محمد بن خميس بالصوب الكتبي. المركز الرابع رقم 8 الحذر جابر بن محمد بن ناصر الغفراني المري. والمركز الخامس، هذا هو الفاتن ينطلق على المركز الخامس لأختم النداء عند حسن بن أحمد بن حسن بن عيضة العامري. المراكز الخمسة مرة أخرى على حضراتكم، ولكن الموقف خطير، الموقف خطير، الترقب أخذ الحيطة والحذر إخواني المتابعين. قاد زمام الأمور بن جهويل انطلق في هذه اللحظة ممثلا لأبناء الشحانية في هذا الشوط، ينطلق أبو محمد على المركز الأول، هذا الشعار الغني عن التعريف ينطلق في الشوط الرئيسي الأول، هذا هو على المركز الأول شاهين على المركز الأول، حمد بن محمد بن سالم بن
يتجه ويلمساعد على الصدارة وعلى المركز الأول. لكن من الجانب الآخر اسم جديد، اسم جديد ينطلق، وهذا خطير. هنا انطلق في هذه اللحظة بعد أن تجاوزنا لوحة 2 كيلومتر عن خط النهاية، مرعوش راشد بن مبارك بن علي بن سعيد المنصوري، هذا هو أحد الأسماء المرشحة، انطلق في هذه اللحظة. المركز الثالث، المركز الثالث، بنعطي المراكز الخمسة في لفتة سريعة. هنا الحذر على المركز الثالث، جابر بن محمد بن ناصر الغفران المري. المركز الرابع يتدخل اسم جديد وينطلق، الصداوي ممثل الكويت ينطلق، مبروك بن مانع بن دواس بن مسفر آل عامر على المركز الرابع كأول نداء على المركز الرابع. المركز الخامس، شوفوا المركز الخامس 44 رقمه، هنا نبراس محمد بن نافع بن مبارك الشدي المنصوري. اختلطت الأمور بعضها ببعض، اختلطت القعدان بعضها ببعض، وهذه لحظات المنافسة الحقيقية، المنافسة الحقيقية. بدأت الأوامر، بدأت الأوامر مبكرا، مبكرا بدأ فيها، بدأ فيها شعار، شعار المنصوري على المركز الثاني. انطلق ولكن المركز الأول، المركز الأول، السيارة الثمينة الغالية هناك عند خط النهاية، عند خط النهاية، الصداوي، الصداوي، مبروك بن مانع بن بودا بن دواس بن مسفر آل عامر، أحد ممثلي شعارات أبناء الكويت مع المركز الأول. ركز يا أبو دواس، ركز، ركز على المركز الأول على الصدارة. لكن المركز الثاني، الله، شوفوا القادم والمنطلق في هذه اللحظة، مغادر سعيد بن عبد الله بن محمد بن سعيد بالهلي على المركز الثاني، ينطلق في هذه اللحظة معلن حضور مغادر. ولكن أبناء الكويت، أبناء الكويت، روح حرك الحديدة شوي، خلاص الشوط الرئيسي مع هذه اللحظات، اللحظات الحاسمة. مغادر من الجانب الآخر، يلا يا مبروك، اللحظات الأخيرة أبو دواس، اللحظات الأخيرة، أبناء الكويت، أبناء الكويت، مع هذا الشعار، مع هذا الشعار، تحية، تحية للصداوي، الصداوي، 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 الصداوي يا عادل مطيري، هذا هو الصداوي. مبروك بن مانع بن دواس بن مسفر آل عامر، سلام للكويت، سلام، سلام لميدان الشهيد فهد الأحمد الصباح على انتزاع الصداوي نقطة الشوط الرئيسي الأول في الفترة الصباحية، ليهديها في هذا اليوم لأبناء الكويت وعشاق هذا الميدان المميز. المركز الثاني، المركز الثاني، وصل مغادر سعيد بن عبد الله بن محمد بن سعيد بالهلي. نشوف المركز الثالث، المركز الثالث، مرسال عبيد بن ثعيلم الحاي بن غانم المزروعي. المركز الرابع، المركز الرابع، وصل فيه مهول عامر بن محمد بن خلفان بن عبد الله الهاملي. المركز الخامس، المركز الخامس، رقم 50، صوغان حمد بن محمد بن سعيد بن عبيد بن حميدان الفلاسي. هذه النتيجة وهذه الأسماء التي فازت بالمراكز الخمسة الأولى وحضرت في هذا الشوط المليء بالأسماء، مليء بالأسماء القوية والمميزة. هذا هو شعار بودواس، حضر الشعار في هذا الشوط الرئيسي الأول ليحقق السيارة في الشوط الرئيسي الأول. تهنئة لأبناء الكويت، وهذا هو التوقيت الزمني 7:30، 7 أجزاء من الثانية. هذا هو صاحب الشوط الرئيسي الأول، أهني مالك هذا الشعار وهذا القعود اللي فاز بالشوط الأول. الصداوي مبروك بن مانع بن دواس بن مسفر آل عامر، تهانينا والناموس. المركز الثاني 7:33، 3 أجزاء من الثانية، هذا هو صاحب المركز الثاني، مغادر سعيد بن عبد الله بن محمد بن سعيد بالهلي. المركز الثالث، أهني على هذا الفوز بالهلي وتحقيق للمركز الثاني في الشوط الأول الفترة الصباحية، 7:36، 8 أجزاء من الثانية، هذا هو صاحب المركز الثالث، حل واحتل المركز الثالث مرسال عبيد بن ثعيلب الحاي بن غانم المزروعي. تهانينا.